السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أعزائي المشاهدين. كيفية حذف حساب أبل آي دي أو حساب أبل بشكل كامل ونهائي؟ نعم إن شاء الله من خلال هذا الفيديو راح نخبركم كامل التفاصيل، ولكن لازم تعرف بريد إلكتروني من حسابك أبل آي دي، ما هو حساب أبل آي دي اللي تريد تحذفه بشكل نهائي. أول شيء تدخل على الإعدادات، أوكي؟ بعد ما تدخل على الإعدادات بتضغط على أول واحد أيقونة، أوكي، وبعد كذا بيظهر لك البريد الإلكتروني. طبعا هذا مثلا تتأكد من البريد الإلكتروني اللي ودك تحذفه بشكل نهائي، وعندك طريقة أنك ترجع بعد 7 أيام يعني إتمام العملية قبل أبل ما تحذفه، وإن شاء الله بنخبركم من خلال هذا الفيديو. فلازم تعرف هذا البريد الإلكتروني ولازم تعمل تسجيل خروج، إن شاء الله نشرح لكم كامل التفاصيل. Let's go. أول شيء تدخل على محرك البحث جوجل واكتب دعم حساب أبل، أوكي، دعم حساب أبل، وتروح على أول صفحة حساب أبل دعم أبل الرسمي اللي هو أول واحد مثل ما شفت أمامك، أنقر عليه، أوكي، وتنتظر شوي لحد ما يتفتح معك الصفحة كاملة، أوكي. بعد كذا بتنزل تحت، انزل 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 انزل، بتحصل حاجة اسمها سجل الدخول مثل ما شفت أمامك، اضغط عليها، هذا هي، شفتها؟ أوكي، اضغط عليها. أول ما تضغط عليها راح يوديك على مباشرة تسجيل الدخول بحساب الأبل. انتظر شوية، زين، وبعد كده بتنزل تحت اعمل على تسجيل الدخول، أوكي. الحين انتظر شوية، أوكي، الحين يطلب منك رقم تلفون أو بريد إلكتروني، أوكي، ونجيب بريد إلكتروني، نخرج، أوكي، نروح على الإعدادات، أوكي، وبعد كذا ملفك الشخصي، ها هو البريد الإلكتروني، هذا هو البريد الإلكتروني نريد نحذفه بشكل نهائي، أوكي، عرفنا. الحين بروح نفس المكان ونخلي البريد الإلكتروني. لازم تتأكد من البريد الإلكتروني علشان مثلا إذا أنت جبت بريد إلكتروني ثاني حذفته بالغلط وما تقدر تسترجعه، فعندك طريقة أنك تسترجعه قبل أبل ما تقوم بتنفيذ الطلب، أوكي. وبعد كده تسوي تسجيل دخول، أوكي، يطلب منك كلمة السري، زين، بتخلي كلمة السري، أوكي. بنمشي معكم خطوة خطوة، ماشي، مشكلة عادي، خلي يكون الفيديو طويل، زين. بعد كذا نسوي تسجيل الدخول، اوكي، بيجي لك اشعارات السماح علشان تسجيل الدخول. اول ما تسوي السماح بيجي لك رقم كود، اوكي، احفظ هذا الكود. اول ما تحفظ هذا الكود وتدخله مباشرة عبر التسجيل الدخول بحسابك ابل اي دي للتوثيق، اوكي، هذا المكان على حسب اللي يظهر لك، اوكي، بعد كذا توثيق او دخول، اوكي. بعد كده بيجي لك الشروط والاحكام والخصوصيه، سوي موافقه، زين، وانتظر شويه، لحظه شويه، يعتمد على حسب سرعه الانترنت عندك، اوكي. بعد كده بتنزل تحت، زين، انزل تحت لحد ما تحصل حاجه اسمها بياناتك، شفتها؟ اضغط عليها. اول ما تضغط عليها راح يوديك على صفحه جديده، يفتح لك نافذه ثانيه، طبعا هذا خاص للبيانات الخصوصيه بحساب ابل اي دي، اوكي، نفس الشيء. اول شيء بتخلي بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، أنا أفضل أنك تخلي بريدك الإلكتروني إذا مثلا كان عندك حساب أبل آي دي مرتبط برقم واحد، فيفضل أنك تستخدم البريد الإلكتروني مع عملية التسجيل الدخول، أوكي. بعد كذا بتسوي على تسجيل الدخول وتكتب كلمة السري، إنزين، بعد ما تقوم بانتهاء كلمة السري تسوي على دخول، وبعد كذا بيجي لك على في جهازك مال تسجيل الدخول بيجي لك كود في 6 أرقام احفظها، اوكي. بعدين نسوي السماح، اول ما تسوي السماح بينقلك على الصفحة علشان ندخلها، زين، لحظة شوية، اوكي، الحين بندخل اللي كان ظهر، زين، وبعد كذا مباشرة راح يدخلك على حساب ابل اي دي بكل بساطة وسهولة، اوكي. اول ما تدخل على هذا المكان تنزل تحت، اوكي، انزل انزل انزل، بيجي لك حاجه اسمها حذف حسابك مثل ما شفت امامك، نسوي نحن طلب بحذف حسابك، اضغط عليه. اول ما تضغط عليه بيجي لك بعض الاشياء لازم انك تسويها، اوكي، انك توافق الشروط والاحكام. هنا يقول لك انه عندك انت مشتريات داخل اب ستور، خدمات ابل وتطبيقات ابل وغيرها. طبعا انت بتسوي السبب انك ليش انت تريد توقفه وتحذف حسابك، تقول انه انا هذا الحساب ما استخدمه، اوكي. بيجي لك بيقول لك انت متاكد انه انت باغي تحذف حسابك ابل اي دي، حتى يجيب لك يعني الخلاصه كذا، ايوه، قلت له انا متابع متاكد، اوكي، وتسوي هذا باللون الازرق وخلاص،
تكمل باقي الإجراءات. وهذا الشروط والأحكام إنك أنت تقر وتوافق الشروط والأحكام إنه حسابك أبل آي دي راح يتم حذفه بشكل نهائي. أوكي، لقد أقر ووافق الشروط والأحكام، سوي علامة الصح هنا. أوكي، أول ما تسوي علامة الصح وبعد كذا بتسوي على متابعة. إنزين، انتظر شوية، راح نقلك على الصفحة الثانية. أوكي، انتظر شوية. أوكي، الحين يسألك هنا بيقول لك بتحصل على آخر التحديثات. هذا مثلا التحديثات، إذا مثلا أبل حذفت حسابك راح يجيك مثلا رد آلي يقول لك إنه خلاص تم حذف حسابك أبل آي دي علشان يخبرك. وطبعا هذا لازم تسوي سكرين شوت. مثلا في حالة أنت تريد تلغي الطلب لازم تتواصل مع خدمة العملاء أبل قبل ما يقوموا بتنفيذ طلبك لإجراء حذف حسابك أبل آي دي. أوكي، وهذا لازم تسوي له سكرين شوت. أوكي، علشان هو مهم جدا عشان تحذف حسابك عشان نسوي هذه العملية. الحين نسوي على إيش؟ نسوي على متابعة هذه باللون الأزرق. اوكي، بعد كذا بيقول لك خلي هنا الرمز اللي انت ظهر لك هناك من الابل، يعني الرقم اللي سوينا سكرين شوت، عادي اخرج. بعد كذا بتروح على الصور، ها هو شوفوا مثل ما شفت امامك، بندخله كذا خطوه خطوه، تروح هنا نفس المكان تخليه كذي. فافضل شيء انك تسويه عن طريق يدوي، ما انك تنسخه كامل عشان بيكون في عندك شرطة. فافضل شيء انك انت تسوي يدوي علشان يتم الارسال الطلب بامان. وبعد كذا بتسوي على متابعه. اوكي، بيجي لك بعد كذا بتسوي على حذف حسابك ابل. اوكي، زين، خلاص انت الحين باللون الاحمر انك خلاص وافقت انه راح يتم ارسال مباشره على حسابك في شركه ابل، وتراجع الطلب وكذا راح يتم حذف النهايه حسابك لك ما الحين. ولكن هنا مثلا قابل لك هنا تنبيه قال لك نحن خلاص رسلنا طلبك، فلازم انك انت تسوي تسجيل خروج في الايفون، في الايباد، في اللابتوب، في الكمبيوتر وغيرها من منتجات ابل. وبعد كذا ما تسوي تسجيل خروج لجميع اجهزتك تجي هنا نفس الشيء، تضغط على تسجيل الخروج في المتصفح وكذا خلاص انت ارسلت الطلب. الحين لازم ندخل على الاعدادات، لازم اهم شيء ان ندخل على الاعدادات ونسوي تسجيل خروج. اوكي، نروح على الاعدادات. زين، وبعد كذا تروح على حسابك ابل. زين، اللي انت طلبت الحذف. اوكي، بعد كذا بيجي لك تحت اخر شيء تسجيل الخروج لازم انك تسوي، وكذا بالحين بتخلي الباسورد وتسوي متابعة. نعم، لازم انك تسوي هذه الاجراءات. وبعد كذا بيجي لك بعض الاشياء انه يعني في بعض البيانات كذا، تسوي له تسجيل خروج اللون الازرق علشان خلاص تسوي باللون الاحمر نفس الشيء. خلاص قار ازالة البيانات الاي كلاود علشان ما يصير لك اي مشكلة اذا مثلا خلاص تم حذف حسابك ابل، فانت بتكون طابق في الجهاز. فافضل شيء انك تعملها تسجيل خروج. زين، فهذه هي الطريقة كيفية حذف حساب ابل اي دي بكل بساطة وسهولة. الان امكانك تنشئ حساب تسوي حسابك الحالي بهذه هي الطريقة. عالم ما أتمنى كان واضح واستفدتوا على هذا الفيديو. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.